ما دمنا بنعيش عصر الإصلاحات في العالم العربي، ففي صباح العربية عنا شوية إصلاحات من خلال استحداث فقرة جديدة اسمها موضة طبعا، وبتعدها وتقدمها المتخصصة في الأناقة والمظهر ميمي رعد. أهلا وسهلا فيك ميمي. أهلا، شكرا. جزء من إصلاحاتنا طبعا، إصلاحات على الخزانة بطابع مختلف. راح نركز حديثنا طبعا، وإحنا لما صدفناك مرة ذكرنا بأنك أنت المسؤولة عن مظهر المذيعات والمذيعين، عشان ما يزالوا المذيعين أيضا في على شاشة العربية. اليوم راح نركز حديثنا ميمي عن يعني الأساسيات اللي يجب أن تكون متوفرة في خزانة المرأة، خصوصا يعني الباحثة عن الأناقة. خلينا نقول فشو الأساسيات؟ هلا بالمطلق بفتكر كل سيده بتوقف قدام خزانتها كل يوم، بتفتح الخزانه، شو بدي البس اليوم؟ انا كل يوم بعمل هيك، كلنا فبنجرب نلاقي بركي شو بيتناسب مع مزاجنا، مع الطقس، وبالاخر بنرجع من نلبس كل الوقت القصص نحن معودين نلبسها، لانه هيدا بنسميها الكونفورت زون تبعنا، بنكون مرتاحين فيهم، وبالاخر بيصير في كتسه تلي من التياب على السرير، وبس ما بنكون ممنونين من حالنا. لحتى نتفادى هالموضوع، وقت اللي بيكون عندنا العشر قطع الاساسيات يلي لازم تكون موجوده بخزانه كل ست، وعلى اساس هالقطع بنبني خزانتنا لاحقا، فهالشيء بيخفف علينا الستريس لحتى نقول شو بدي البس اليوم. حلو، حنبلش بأول قطعة أساسية بخزانة كل سيدة، وكمان لازم بلفت النظر إنه هالقطع يلي حقول عنهم هن بيتخطوا الموضة، هن كلاسيكيات، يعني شو ما تكون الموضة دارجة هدول ما إلهم وقت، وما إلهم يعني سعر مثل محدد، مثل ستايل يلي مثلا تعودتنا عليه كاترين دونوف أو حتى كيت موس، ومناسب لكل أشكال الجسم كمان. صح. فأول قطعة هي القميص البيضة. القميص البيضة هي أساسية جدا جدا بخزانة كل سيدة. وبعالم السينما استوحينا، أنا دائما بقول في علاقة وثيقة بين الموضة والفنون الأخرى، فمن أكثر الفنون يلي بنستوحي منها هي السينما، مثلا لانا تيرنر، سوري مارلين ديتريتش وكاترين هابرن، هن كانوا أول سيدات بالسينما لبسوا قمصان بيض رجاليات، فينا نقول لبسوها مع حذاء مسطح وبنطلون رجالي، ولفتوا النظر بهالإطار. حتى كمان أودري هابرن بفيلم رومان هوليدي كانت كمان أول سيدة بتلبس قميص بيضة عندها زرار مفتوحين، يلي هو بهديك الأيام ما كان شيء عايد. والقميص البيضة بأيامنا هلا إذا بنلبسها مع سكيني جين سكيني أو جينز ضيق أو تنورة كلاسيكية عادي، دائما بتعطي القميص البيضة للطل هيك أناقة وهيك منظر مختلف بيلفت النظر. وقميص بيضة، القميص الأبيض لازم يكون قصته هلا فيك تختاري، فيك تختاري الكلاسيكية هي لنا كتير ضيقة حد الجسم، ولا كمان تكون كتير واسعة لأنه بالآخر بتصير كتير مبهبطة عليك. القميص القصة العادية، لأنه فيك تحطي لحزام أو فيك تحطيها تحت البنطلون أو تحت التنورة. وقطعة تانية ميني حد القميص البيضة هي أنا بعتبرها تيشيرت البيضة. التيشيرت البيضة يلي بتساعد المرأة تقدر تعمل لايرينج فوقها، يعني فيها تلبس فوقها جاكيت، فيها تلبس فوقها كنز، فيها تلبس فوقها كذا شغلة، فكمان ضروري يكون هالقطعة اللي كمامها قصيرة وقبتها عادية، فيها تكون أو قبة مبرومة أو قبة فيه. القطعة الثانية الأساسية كمان بالخزانة هي الكنزة، إنما مش عم بحكي عن أي كنزة. الكنزة يعني كمان مثل ما برجع بستوحي من الأفلام، لانا تيرنر وجين راسل بالأربعينات لبسوا الكنزات وخلوا الكنزة يعطوها للكنزة تبين هيك قصة تانية، مش إنه حيلا كنزة. الشيء السبيشال يلي أنا بفضل يكون عندي هون السيدات معي، لو بدنا ندفع شوي زيادة نجيب كنزة من الكشمير. ليه؟ لأنه كنزة الكشمير أول شيء رقيقة، ما حتتبين إنه ضخمة على الجسم. ونختار هلا في لكل الاسعار، ما عم بقول انه فيك تجيبي كنزه كشمير بتناسب كل الجيوب. اكزاكتلي. هلا فينا نلبس الكنزه كمان بفوق قميص، فوق فستان، فوق تنوره، وهلا كثير دارج نحط حزام رفيع فوق الكنزه. الكنزه في عندنا طريقتين، او بدها تكون الكنزه في أو بزرار، والألوان الكلاسيكية لحتى نقول إنه نحن لو بتمرق الموضة عنا هالألوان يلي منرتاح لهم، كحلي، أسود، رمادي،
بني من او لا. بيج لا لا انا بفضل بس هدول الالوان لحتى نضمن هدول يعني احنا بنحكي عن هون كل الاعمار مش لعمر معين هدول الكلاسيكس لازم يكونوا موجودين بخزانه كل سيده أيوه. بغض النظر عن بغض النظر اوكي والكامل اذا بدنا نستعمل كمان لون محل البيج الكامل انا بفضل لون الراوية لون الصحراء يعني او لون الجمل ايه كان محمد قال لي يعني قلت انسب اصطلاح صحراوي بترجم نقول الصحراوي لانه صعب نقول لون الجملي هلا ثالث قطعه اساسيه وبفتكر السيدات كلهم عندهم ازمه بهالموضوع هو الجينز اللي عندي 50 واحد منه انا بجوز ايه وكمان مش هين انه نلاقي الجينز المناسب ل لجسمنا فبفتكر اغلبيه السيدات بيقيسوا ما بعرف 10 20 جينز لحتى يقدروا يطلعوا بالجين المناسب لهم وبالثمانينات بروك شيلدز هي يلي خلت من قطعه الجين تكون اذا بدنا كول وسكسي عند السيدات لما اعلنت باحدى الدعايات للجينز انه ما في شيء بيجي بيني وبين جينزي وأنا بنصح كل سيدة إنه يكون عندها جين على القليلة واحد كحلي غامق ومستقيم هيك لحتى مستقيم exactly. دغري يعني مش هلا طبعا لما بتصير متمكنه من حالها لانه الجينز كمان بيخليها تكون ستايلش وكمان تكون واثقه من نفسها فلما بتصير واثقه من نفسها بتصير فيها تغير ستايلات اخرى وتكون هي مرتاحه مع حالها شغله تاني حد الجين الكحلي كمان بنصح كل سيده يكون عندها جين ابيض ما بعرف لو كانت ممتلئه ايه بس في طرق ما خص في طرق لحتى القصه تكون مناسبه لها وهي كيف تلبس الجينز وكمان هالجين بينلبس بالشتاء بركي في كثير ناس بيقولوا انه ايه كيف بدي البس جين ابيض بالشتاء بالعكس بيطلع كثير حلو وبيلفت النظر مع بوتس مثلا او اذا لبست معه كنزه خفيفه و او شوي فرق مثلا بيعطي كثير هيك انا القطعه الرابعه يلي بدها تكون موجوده بخزينه كل سيده هي الستره الجلديه الستره الجلديه انا بلاقيها اكثر طريقه كول للواحد يدفي حاله بتنلبس مع بنطلون عادي مع فستان سهره بتبين كثير هيك عندها روك اند رول اتيتيود السيده او حتى بشكل كلاسيكي مع جين القطعه الخامسه هي طبعا الحقيبه الكلاسيكيه اللي كل سيده لازم يكون عندها وبليز بليز بليز خليها تكون ديسكريت من دون تكلف ولا تبين فيه اللوجو ولا يبين شو هي البراند ولا الماركه ولا بسيطه بس بتكون انيقه وهي بسموها الحقيبه الكلاسيكيه لازم تكون سودا الافضل لحتى تتماشى مع كل الالوان القطعه السادسه هو الحذاء المسطح يلي برجيت باخده وبرجع للسينما خلتنا تعودنا من دون كعب خلتنا نرجع ندخله للموضه وبلبسه الباليرينا يلي عاده هن كانوا بس للراقصين برجيت باخده من خلال الافلام اللي عملتها ادخلته لعالم الموضه ولهيدا الموسم الفلات شوز رجعوا بقوة كتير 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 ما ضروري بس باليرينا ممكن مثل ما أنا لبس اليوم بروغز حذاء رجالي حتى كمان عدارش القطعة السابعة هو طبعا الطقم الأسود بقصة كلاسيكية اللي هو بيساعد كل سيدة تستفيد من السترة لحال والبنطلون لحال ولما تلبس بدلة يعني بدلة مثل بدلات الرجال ولما بدلة عادي كلاسيكية ولما بتلبس البنطلون الأسود ذكروا جاكي أوناسيس كيف كانت تلبسه بكل بساطة مع حذاء مسطح أو مع كعب بس هيك مع قميص بيضة أو تي شيرت القطعة الثامنة هو المعطف عندي معطفين احكي لكم عنكم او الترنش كوت يلي بيعطي لكل اطلاله هيك شياكه او المعطف الكشمير يلي كمان بيدفي وهو بفتكر اول شيء واخر شيء بشوفوه عند السيده لما بتفوت بهاي المحل القطعه التاسعه هو الفستان الاسود البسيط او ما يعرف بمصطلحات الموضه ال بي دي ليتل بلاك دريس وكمان الشيء الثاني يلي بقدر احكي لانه هو بينقذنا بكل المواقف كيف ما نعرف شو بدنا نلبس او الليتل بلاك دريس صح مزبوط فينا حتى كمان نلبس التكسيدو او بسموه السموكينج كمان هالطقم هيدا كمان بيساعدنا بكثير من بينقذ في كل المواقف تماما والقطعه العاشره هي التنوره البسيطه الضيقه البنسل سكيرت مثل ما لبس اليوم راويه واذا كان جسمنا ما بيناسبه القصه فينا نلبس التنوره اللي بيقولوا لها اي لاين اللي بتجي هيك حتى نخبي الارداف وهالتنوره كمان فينا نلبسها باكثر من مناسبه بس كمان عن شرط انه تكون بسيطه ألوانها. وانيقه
اسود. اسود الافضل. افضل شيء الاسود. فهل هالقطع العشره اذا بيكون امنناهم بخزنتنا فينا بين يعني في تركيبات فيها تزبط بيناتهم ومنأكد انه نايما رح نكون بالكراويه بتلخصيهم بدنا نلخصهم اكيد هلا رح نذكر المشاهدين ويحفظوهم منيح. هلا رح نشوفهم على الشاشه. ما في؟ طب خليني اذا اقولهم بشكل سريع. أوكي. اول شيء في عندنا القميص البيضاء صح، بعدين في عندنا الكنزه الجينز صح، الجاكيت الجلديه اوكي، بعدين الشنطه الكلاسيكيه الصغيره ويفضل انها تكون سوداء سوداء، وعندنا الحذاء المسطح من غير كعب، مسطح من غير كعب، وايضا البليزر صح. البليزر هو كمان بيكون مع الطقم الاسود لانه فينا نلبسه ونستفيد من البليزر لحال والبنطلون لحال، وبعدين التنوره الضيقه والفستان الاسود البدي او السموكينج. اكيد. شكرا جزيلا لك ميمي رعد المتخصصه في الاناقه والمظهر، نرحب فيك معنا في صباح العربيه وفي طبعاً. فقره موضه الفقره الجديده، واكيد رح نرجع نشوفك الاسبوع الجاي ورح نحكي عن اساسيات الرجل. الرجل دوركم الاسبوع الجاي اسهل بكثير رجل انت بتفكر هيك حنشوف شكرا يا ميمي. شكرا.